BFM émission impossible مع برهان. التسعة وثلاثة دقيقة مازلتوا تسمعوا في ميسيون امبوسيبل على FM احلى راديو. توا الوقت للدوسي دليكران مع غفران بينوس. مبارح الاثنين علقت إيناس المحيرسي القادري زوجة مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم جلال القادري، غردت يعني جاوبت على تدوين نشرها زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص اختيارات القائمة المنتخب اللي بتشارك في المونديال. أثر تعليق زوجة القادري جدل كبير بعد ما كشفت مؤشرات حول الجهد الكبير اللي بذلوا زوجها في سبيل التوافق إلى اختيار قائمة لا يظلم فيها أحد. جاي يعني في نص ما عاش نشوفه فيه إن شاء الله اللي يدري قاعد يتيب بالنص قال هادي سلة. في التعليق قالت إن شاء الله اللي يدعي دعوته ترجع له لو كانت خير ولا شر، حتى حد ما يعرف الليستة هذه قديش خذت من طاقتك ومن صحتك وقديش من صلاة استخارة باش ما تظلم حد، حتى حد ما يعرف اللي انت مقهور على برشا ملاعبية، أما الله غالب، هذا قانون ما تنجمش تهز أكثر من 26 لاعب، ربي وحده يعلم، وما دام نيتك صافية وعلاقتك بربي قوية توكل على ربي وما همك في شيء. مع احتراماتي للجميع ولكل أراك الآراء جود لك. بو سيد المخرج الرقمي حتى لنا تدوينة بتاع سجل القادري، ما حطناش تدوينة هكا بعد تعليق، هي مش تعليق لا هي كانت تدوينة وعملوا لها لعبات كابتور إكران ودارت هي سحبتها، ولكن بعد الكابتور إكران دارت برشا التدوينة هذية رغم أنه سحبتها. قال أنت قضيت سي عبد الستار، قالوا المرأة أول حاجة المرأة دخلها في شأن عام يهم ليكيب ناسيونال انتقدوها، والانتقاد الثاني صار هو سي جلال يختار الملاعبية بصلاة الاستخارة. انت شنو تعليق؟ اول حاجه شنو قالوا علاش مرأة؟ خاطر مرته دخلت ولا خاطر مرأة اون جينيرال؟ لا خاطر مرته. شنو خاطر مرته؟ معناها خاطر هي زوجته. هي علاش ما يكونش عندها راي برا؟ هي ما زوجته زوجته ولا مش من زوجته، هي من حقها تعطي راي، ولكن المشكل انك ترى يعني المستقبل نتاع الفريق القومي يدرب بصلاه الاستخاره هو اللي قلق. خاطر كان كيكا راهم الدول العربيه الاسلاميه يعني كل اربع سنين القهوه ياخذ الكوب دو موند. يا اخي يعني هنا نحب نناقشك. اولا انا نضم صوتي لسي عبد الستار، مرته ولا احد ينزعلها الشرعيه في هذا الفضاء التواصل الاجتماعي اللي فيها ملايين الميساج أنا تكتب اللي تحب، أكيد هي وبالعكس ويعطيها الصحة يبرافو، وأنا أقول لها اقف مع راجلك ومحليها تبدأ مرأة مع راجلها في الظروف هذه ومن حقها تحكي شو كل ودخل في شيء، معناها كل الناس كل دخلت في الكيب ناسيونال وأبديت رأيها كيف تكن هي والناس الكل وهي ما دخلتش يعني في التدوينة ويعطيها الصحة. ثانيا خلنا نتناقش توا مع غفران ونحب نحل النقاش بخصوص ذات الاستخارة. يا اخي وليت معناها عيب هي. معناها انه يا اخي هو قال جلال القادري يقود في المنتخب كان بالاستخاره، يا اخي هو قال راجل راهو معاه صلاه الاستخاره كهوا، تو جلال القادري عنده رؤيته التكتيكيه رؤيته الفنيه تقيموه ما تقيموش هذيك حاجه اخرى، لكن شنو المشكله انها تلمو تحكي انه معناها حب يعدل بين الجميع، معناها حتى عمل الاستخاره كمساله معناها نتاع مساله روحانيه لا اكثر ولا اقل عليه ولينا ننتقدوا في الحكايه شبيها غفران علاش تصر على استفزاز هويه شعب كامل 12 مليون مليار مسلم يسمعوا فينا في الصين؟ يعني انا قال يجيني رسائل من الصين من مسلم الصين من مسلمي بورما من مسلمي الهند، معني علاش هذا الاستفزاز؟ لا الاستخاره شنو المشكله يا عبد الستار؟ برشا بلدان اللي هما معنى الدين عنده معناه عنده مكانه في حضارتهم، البرازيل يمشي يصلي وقبل ما يمشي يعملوا الماتش بالضبط، يمشي الكنيسية قبل ما يمشي يعملوا الماتش نتاعها، برشا إكيبي معنى خاطر هما هذيك عاداتهم تقاليد شبين شو كي يشوفوا احنا خينا الأفارقة في استاد بيدو يبدأ هذيك ما طقوس اللي يعملوه هذيك اللي احنا نعتبروه وعارفينها مش هي الكل طقوس ما عرفوها اللي هذيك طقوس برا ما كنت هي طقوس بلاد وعليش وعليها الحملة علاش انه قالت على صلاة استخارة مش خالد معناها توا بنية في مقتبل عمرها الإعلامي معناها اليوم تصور ثلاثة ضربة المؤسسة القضائية تحكي على السيدة الناطقة الرسمية في منوبة كيف تضحك في شيء الشمس في المؤسسة الأمنية وتوى تهجم على دين الأغلبية المسلمة والهوية الإسلامية إلى متى؟ مش الأغلبية المسلمة والإسلامية خاطر صلاة الاستخارة
موجود معناها موجود مراد فاتها في كل في كل الديانات حتى الهندوسية. أنا نشوف فيك تخزر ميساج وصلتك من البابا الفاتيكان زيادة قالك راه مش عندنا من ساغورو المنظر الهندوسي المنظر الهندوسي توا كلمك هاتيك صح خدي إذا هي كنت تقولها الواد أكتراكسيون تقول لك آه سي بو سي جولي شنو أور صلاة الاستخارة ما قلتش هكا أنا قلت نحن كنا في الأقل بالأقل حق الرد مع العشاقر واصل واصل صلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء تدخل في اطار تبعث ميساجات للكون والكون يجاوبك تو سامبلومون بالضبط معناها كان جلال القادري هكا سمعوا انه يستعمل في الطاقه الايجابيه والكوتشينغ هذاك العلمي والنراوي محليه ومودرن اما صلاه الاستخاره ردوه حكايه وليه وهذا شيء جميل انه يعمل صلاه الاستخاره باش يخترم لعبيه معناها يدل الزخم نتاع اللعبيه الكبار اللي عندنا باش يوصل هو يعمل صلاه الاستخاره اللي يخيل واحد على واحد اكزاكتومون عندنا جواريت باين بالضبط سي زياد مش قلت لك لحظه امرنا عجيب وعجيب وغريب انت بعد حكايه السلام انت الامر مش يولي عجيب برشا يا زيتون ضيعنا ليروبير ليروبير نتاعنا يعني نحن ولا دعاء السفر ولا في اللي شبهه اي يضحك صلاه الاستسقاء ولا شبهه صلاه الاستخاره ولا شبهه اول حاجه اللي كيف نحييها زوجة المدرب على تدخلها وظهر البراف انت ما كتبت الا مسكينه باش على الكم نتاع التهجمات اللي تعرض لها في رجلها هو عايش معاها وتشوف بالفعل يا ولدي قيله انا جاتني من الكواليس نتاع العائليه دفعت معناها الكتابه بعد ما سمعت كلمه اشتكى بم نتاع نجيب الزيري هذيك التعليق شكتا بك شو اسمها الكلمه قالت وصلت شكتا بكتا توا قائمه مربوطه بالشكتا بكتا انا نعتبر انه عادي جدا وخاصه هي في فسرتها في قالت انه ما يحبش يظلم حتى حد المساله هي بحث على راحه نفسيه بالضبط اتخاذ قرار صعيب في ظرف صعيب وسط ضغوطات انت متعدة لو كانت مسألة عادية وعادية جدا ومرة أخرى نحب نحيي زوج جلال القادر والله أنا نقدر سمحني يا نجيب نحب رسالة معناها في الواحد احنا في بلاصة ما نجموش نحكم على جلال القادر حجم الضغط النفسي اللي عليه انا متأكد هو. بالضبط وانا كيقول هو انا نصدق مرته كي تقول راهو محموس على برشا جوارات كيفاه ما ينجمش خاطر عبيد ما تفهمش الضغط النفسي يقول له يا سي جلال مثلا والله صدقني انا في البلاتو هذايا اي كلمة تتقال وتقال برشا كلام على اصدقاء ويعرفوهم اليوم اصدقائي يلوموني يقولوا لي ليه انت المسؤول على الكلام هذا اللي قاله نجيب الزيري البارح قداش من واحد يكلمني يقول لي كيفاه معناها تخليه يقول يا ولدي قول له راه ما تخيلش اللي احنا ندخلوا نبداو متفقين وكذا صحيح اصدقائي ونحبهم وكذا تقع في سوء الفهم وما اخيب من حاجه هي سوء الفهم تلقى روح قدام اصدقائك تبرر ما لا يمكن تبرير نفس الشيء بالنسبه لجلال القادري في حكايه الاستدعاوات نفس الحكاية كيفاه باش يبرر استدعاء فلان وعدم استدعاء فلان هذاك عليه بالنسبة لي اكتشفت وهذه نصيحة أقول لجلال القادري طبق اللي في مخك أعمل اللي كذا سد وذنيك على حكايات هذية النتيجة بعد راهي هي باش تظهر سواء كانت هكا وهكا بالقائمة هذه ولا بغير القائمة هذه وكما قال خالد في الأخر ماهوش قدامه بانوبلي يعني رانا تعرف بوليميك الغير عادية يا جماعة بربي لاحظتوشي راهي بوليميك بتاع قائمة المنتخب على الكاتريام جارديان رانا بوليميك قائمة القيامة وليت حدث وطني هل هذا على الكاتريام جارديان كما قال خالد ما ليش نحكيه على بانوبلي بتاع جواريت معناها عندك بين رونالدو وميسي عندك باش تختار بيناتهم ولا باش تختار ما بين دراشكور رانا نحكيه على الكاتريام جارديان الراجل عملوا فيه سمع وسخ وذنيه وسمع كل شيء وآخرها تكتا شو اسمه؟ شكتا بكتا هيا سمسيو شكتا بكتا هاتيني تعليق ما المالوش اللي شهر بوليميك عمله جلال القادري جلال القادري ما نجحش في قيادة المنتخب ونجح في اختيار زوجة رائعة ويعطيها الصحة ينسلم حرسي وبرافو مع عنصر أخاك ظالم أنه مظلوم ولا وإن شاء الله يأكد أنه بشي ينجح في أنه قادر المنتخب على خطر الحاجة الثانية صلاة الاستخارة أرى مش بصلاة الاستخارة باش نتعدوا للدور الثاني طبعا أنت زاد الدروش اللي عملوا فيها من نبطلوا ما نترينوش نبطلوا ما نعملش ما قالتش هذه هي هو ايش قالت غفراء ما جاش لا ضد الدين غفراء اعتديت على مشاعر ما اعتديتش مين وكاوش ونعتذروا بالنيابه معناها نعتذروا للمؤسسه القضائيه نعتذروا للمؤسسه الامنيه نعتذروا للمسلمين معناها في علاقه بذيه العلاقه الاخرى ايش عندنا فيها في علاقه بذيه اعتذر لي انا خاطر ما اعتبرتنيش مسلمه انت من المسلمه حكمك تو يجي حكمك انا تو قلك يلزم الناس تناضل وتخدم وتترانى وكذا باش
تجيب نتيجه. انت قلت عليك الحركه وربي عليه البركه، هذيك طلب البركه. طلب البركه هو اما مع هذيك ما هذيك علاش ما قعدوا ما يترناوش اوكي ترن قعدوا ما يترناوش. لطف يا سيدي عبد السلام. يعني كيفاش تعمل هو الاستخاره؟ ما تمشي بالحدث نتاعك يعني في عوض هما يراهم في الامور الفنيه والتقنيه والكل، يعني يمشي لوج الحدث نتاعو وين يهزوا هذا الاستخاره. تعرف شنو هي الساعه ولا لا؟ هي طلب راحه نفسيه، كيما انك تعمل يوغا وتقعد تتخيل في حاجه مش تستند نفس الشيء. لا ممشو قد ما قلت غير هذيك جات بطريقه معينه والاخرى جات بطريقه اخرى. فك علينا من الاستخاره وخلينا توا نخدموا ليك تعمل اللي تحبك. وربي يهدي مراد الزغيدي اللي الافكار هذه ما تعرفش كل حط ولا في مخه ما عادش تشرب معها قهوه الصباح. امشي للشهر ونرجع. 29 دقيقة تسمو فينا في ميسيون امبوسيبل. توا وقايت يجيش لبالك ابو الكلمات ابو الاصول عبد الستار عمام، وبالطبيعة زياد كل ما تجي الفقرة ينسحب تنديدا وموقفه من الصراع العربي الصهيوني وكذا، ويقصد ديما يختار الفقرة متاع عبد الستار وينسحب. الله غالب ربي يهدي. يلا يجيش لبالك. أصل كلمة مطر شنو اي حسب رايكم شنو نقصد بها؟ شنو نقصد بها؟ هي الماء الذي يصب من السماء من الغيوم، والامطار مطر جمعها امطار. في العرف التونسي مكيال. مكيال للزيت. مطرين زيت، مطر زيت، هذا مكيال للزيت. كما ايترا كما المكيال هذا، المكيال هذا يمثل 39 لتر المطر. مطر زيت يقولوا مطر في التونسي. مطر زيت مش مطر. اذا مش مطر. مطر زيت 39 لتر. في في القرن الماضي كانت في سوسه 24 لتر فقط. المطر بالنسبه لي 24 ويتمثل في 16 صاع اللي هما يجيو 64 ربعيه. الربعيه هي تقريبا طاسة طماطم طويك، طاسة طماطم تاع كيلو هذيك تسمى ربعيه. فهذا مكيال للزيت يستعملوه التوانسه من قديم الزمان، يستعملوا القلبه في القمح ويستعملوا المطر للزيت. هذايا المكيال تاع حاجه ليكي. بون كي نقول زيت خاطر هذاك اللي حاجه ليكي برشا عندنا في بلادنا اللي نكيلوها. المكيال هذايا بطل في تونس، الغي قانونا في تونس عام 1840. علاش بطل؟ اعتبروا ان معنا يلزم نوحدوا مع المكيالات العالميه وقتها. اللتر لتر وحديثة اللتر، ولكن مكيال عالمي في البحر الابيض المتوسط. واحنا بعد بيبارة نتعاملنا في الزيت كنا نبيعوا زيتنا لاوروبا وغيرها. فصدنا نبيعوا في زيتنا من اصلنا نبيعوا زيتنا صار من قبل من قبل من وقت من الرومان من القرطاجيين. وتواصل التقاليد حتى مع التقاليد مع المسلمين الحصيه كل انه الزيت بتاعنا يتباع ويمشي في السفن الاوروبا وكذا. علاش كانت عندنا في السفن كيف يهزوه مثلا في السفن القديمه جيرار؟ كانت تلاحظوا فما جيرار ما فيهاش قاعه، ما تقعدش فيها كون كونيك ماني كني مكور تاع كريمه. خاطر كنا يتحط مش المسافه معنا المساحه في البابور يعملوا معاه حيط السفينه ويحطوا واحده في واحده. معنا التنقوره اللوطانيه نتاع الجره تتحط في فم التنقوره الاخرى من فم الجره الاخرى باش تسكرها ويتحطوا في بعض. كانت يملوا بالزيت زاد يملوا بالخمور على خاطر بكري كنا دوله مصدره للخمور. فكان هذاك يمشيوا يتعملوا مطلي، يتعملوا من داخل مطليين معنا مش ما يشحوش ما يشيبوش الزيت هذاك اللي فيهم. ومن اصل الدنيا كنا نصدروا زيت. عام 1840 الغي هالمطر هذايا، قعد لوكال قعدنا نبيعوا به في بلادنا داخل البلاد، لكن ما عادش نصدروا به. الكلمه هذه منين جايه؟ الكلمه يونانيه الحمد لله مراد مش هنا اسمها باليونانية تقال ميتريتس. ميتريتس معناها الكيلة هذه موجودة من وقت اليونانيين، وخذيناها بالتوانسة باعتبار تلاقى الحضارات ولت مطر زيت. وقعدت مع كما قلنا مستعملة بشوية بشوية نساوها العباد لصالح اللتر وما عادش الكيلة هذه معمول به. يعطيك الصحة. هذا كان سي عبد الستار عمامو في أصل كلمة مطر. الرجل نتاع التكيل غدوة نحكيه على لقاء الرئيس مع وزير الثقافة. يبدو الرئيس زاد تقلق من أجواء أيام قرطاج السينمائية، ووزيرة الثقافة كما تعلمني توا غفران
تعلن انه يمقى تاسي المية ستصبح مره كل عام سنتين باش تعمل باش ترجع كما قبل يزي خلينا نعمل تحضير استشاره يعني بين اهل القطاع معقول بون معقول ولا مش معقول الله اعلم خاطر هو خاطر كنت قبل عام جي سي سي وعام جي تي سي اي والرئيس انه بون تو احنا علقنا وكذا واحد معناها عنده الحق البارح قال لها شفنا مظاهر غير مقبوله وشفنا كذا وحكينا عليها لهنا اي احنا حكينا الناس كل حكيت البلاتون كل حكيوا على المظاهر لكن انه الرئيس زاد يتبنى نفس موقف انه المظاهر هذه غير مقبوله وغير معقوله معناها في السياق هذا معناها حسب رايك زياد تنسجم مع نتصور وخاصه البارح انتبهت الحاجه بسبب احد الحاضرين غادي يعمل فهمتني زي كان غريب شويه باعتباره زي تسامح وكذا هيكل علي لا ف مش انا لاحظت ولا ما لاحظوا وانا شفت الوحده فك الزي بتاعه طب الصليب المعقف لا مش هو زياد هذاك مش الصليب النازي مش المعقف النازي بالعكس هذاك مقلوب ويشير لحاجات اخرى مقلوب عند البربرة اي بالضبط بالضبط معناها تاكدوا منها الحكايه الناس كانت تظن انه بالضبط وهو موجود عند جدودنا معناها كانوا يستعملوه كسمبل غدوه تنزيدوا نحكيوا في الحكايه عندك تعليق لا جوست يا اخي سي الحبيب ما كان يدخل في يدخل في المهرجان الثقافيه وكذا مثلا شنو اهم يدخل يعطي خطاب للشعب يقول مش يعطي خطاب اما يحكي مع وزراء نتاعو معنا كما كان يمنع المزوديه خالد كما كان يمنع المزود مثلا في بدون قرار رسمي يعني الناس كل قالوا بتعليمات شفويه لانه ما يحبوش لا تعليم مش يجي يقولوا قدام لهم اما واطيه زاد كي مش يدخل في الميدان الثقافي عن خطابه الشهير اللي بيه ولا اسبوع المسرح ما هو خاطر الخطاب نتاعو الشهير حلو المسرح وقيمة المسرح وكذا معناها خذوه وعملوا عليه أسبوع المسرح اي مش في ديسكور متاع كرونيكور لا ولا خاطر تجيب وزير تقول له عندك وزير داخلي تقول له عندك عبيد تعمل في المؤامرات وعندك عبيد تفرق في الفلوس نورمالمون معناها يعني انترم دو كوميونيكاسيون يبدو لي انه خطا هذا بالنسبه للبدائي والثقافه شنو خاطر الوزير الداخليه يعرف اللي شنو صاير الوزير الداخليه هو اللي يعطي الرابور للرئيس يقول بالنسبه لوزير الثقافه وزير الثقافه انت معناها ديسكور دي خطاب تاع كرونيكور مش تاع رئيس جمهوري عليه يعني اذا كان عندك تعليمات واذا كان عندك رؤيه ذوقيه على خاطر هو عطى دي كومنتير نتاع ذوق مش نتاع استراتيجيه ثقافيه ولا سياسه ثقافيه على عام ولا عامين ولا اللي هو ما عجبتنيش المشهد نتاع التابيروج ودرا شنو احنا نقولوا احنا دي كرونيكور المواطنين يقولوه في القهوه جيب وزيره تجيب وزيره الثقافه وتصور المشهد باش تقول لها راهو ما عجبنيش الرئيس سعيد قوه الرئيس سعيد كما يقر له خصومه مثل معاديه انه ما خارج السيستم تعودنا على البروتوكول الرسمي وكذا البارح سعيد لوزير الثقافه في الشرع المغاربي اقراه قبل ما يولي رئيس قيس سعيد هوني ما في حوار يلا غدوه تنزيدوا نحكيوا على لقاء مع وزيره الثقافه بتاتر اليوم اهملناها امام كثافه الماده الاخباريه محمد علي الفرشيشي في وجه السوق صباح الخير دليل صباح النور صباح الفل لديك يا برهان ومرحبا بكل الناس اللي يتابعوا فينا اليوم اخترنا باش نحكيه على حاجة اللي مازالت في متناول المستهلك التونسي أيوة. اليوم حبيت احكي على الزيتون اللي توا وقته زيتون الطاولة مغروم الزيتون الطاولة بالضبط واللي الحراير مغرومين بالتصدير نتاعه يقول لك خللنا زيت الزيتون ولا قد اختفى صوتك في الزيتون يا محمد علي قلت ثم الزيتوني وثم لا اقف اقف في مكان اقف في مكان فيه الرزوق اي هاني في نفس البلاصه والزيتون معناها التخليل نتاعه ولا التصدير نتاعه انواع ثم اللي يقع معناتها المتمر اللي يتعمل بال تاع بقار وبالملح هذا المتمر ثم اللي يتعمل معناها عادي اللي تزيدوا النقطه معناها وتزيد البنه نتاعو لو كان تلقاه له في البسباس الجالي والبسباس الجالي تلقاه معناها في تنجم تخرج حتى بجاز الباب حتى المرنقيه وغيرها في الفيافي هذيك تلقى البسباس الجالي قاعدين يبيعوا فيه تويك البسباس الجالي خمسة دينار باش يحطوا مع الزيتون باش يجي دونك ثم الزيتون الاكل ثم كما قلنا سيالي ثم
التكوبري، التكوبري اللي هو معناها هذايا توا وقته، والتكوبري هو اكثر زيكون يحبوه التوانسه ويتعاملوا معاه التوانسه. وثم كيما في الدقله، ثم الدقله بيض حمام، ثم في الزيتون البيض حمام، لكن الصابه نتاعو السنه قليله برشا. البيض حمام هو كونسونون لانديك. قديه قديه هذايا يعني قديه دليل؟ انا علاش اخترت انا الحكايه هذيا؟ لانه الزيتون قاعد يتباع ما بين 6000 و7 دينارات الكوبري، معناها اغلى زيتون اللي قاعد يتباع كيلو 7000. التيالي ب 4 دينارات، الليموني ب 7 دينارات. والمسك ب 6 دينارات، يعني علاش انا قلت هذه الحاجات اللي مازالت اليوم تناول المستهلك التونسي يريقل الزيتون نتاعو، ولكن الزيتون الحاضر اللي تلقاه حاضر قاعد يتباع ب 8 دينارات. بربي بربي انت 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 في دليل في جو الزيتون نتاع التمليح، يعني باش نخرج بيك من الاطار الزيتون، يعني اللي هو المالح الترشي قداه يتباع قاعد؟ خاطر الترشي في وقت من الاوقات كانت مع صحفة الابليبي اللي تعطالك الترشي مجانا، توا اللي نسال يقول لي راهو غلي وراهو ما عادش نخلو في الترشي وراهو في كذا ولا غالب، لانه الامور ما عادش تولي مربحه في حكايه الترشي. نعم. والله لفت. اي نعم، يعني الترشي قداه يتباع يا دليل غديك كان عندك فكره؟ والله لا لا انا خليني الفكره اللي عندي هي على اللف قاعد يتباع ب 15 معناتها الدينار و 500 خليم كيلو، دونك باش تاخذ تملح دار على روحك يظهر لي هو ذاك احسن حل على خاطر معناتها تخدم وحدك خير من اللي حاضر، خاطر حاضر غالي يبيعوا فيه مع الهريسه ومع ولا توا معناها علاش ما تعملش دار تاخذ عربي وكعبات زيتون هكا ومعهم حط مختزير تبدأ النقطة اللي بتبدأ بتاع الأكلة بالضبط. تبنى أي أكلة أنت بتحطها قدامك كل شيء. تبنى كل أكلة. هو وقت البرغل ما زالت في بالنا نهار لحد وقت البرغل والرشتة، هاي صبحة نهار اثنين تبارك الله الطقس سخون والشمس زارقة، وربي إن شاء الله يعطينا من خيره في كل حالات تروية الأرض والحمد لله. يلا دلي يعطيك صحة. اوكي شكرا برهان. يا عيشك كنت معنا في وجه السوق. هذا محمد عايف الشيش. نحب نذكر بعد ثواني بعد دقائق نستقبل الكاتب والناشط السياسي الاستاذ النفطي حولة باش نناقشوا بخصوص مشروع رئيس الجمهورية، بخصوص تقييمه الوضع السياسي العام، بخصوص تقييمه الوضع العربي خاصة وانه كاتب معروف بانتمائه القومي العربي، باش نحكيه على التيار القومي ومواقفه من مختلف التطورات السياسية في تونس وخارج تونس. هذا برهان بسيسي ودع ضيوفه البهين الخفاف اللي أمنوا معاه لميسيون امبوسيبل من 7 لـ 9:30. غفران ونتمنى لها المغفرة. خالد عبيدي مرسي بوكو على التضحيات نتاعك انك جيت لحدنا. زياد الهاني مرسي بوكو. عبد ستار باشا بي خلينا في خاتم حبيبتي توي. حبيبتي ضاعي غدالي خاتم حبيبتي غلطة مطبعية وداعا نجيب تزيري زادة خاتم حبيبتي سي الأصيل صوت زياد غرسة. إن شاء الله البلادنا كلها أفراح ومسرات يا ربي، وديما نبدأ في كل دار تعيش الفرحة والمسرة. ضيفي كما كنت أعلنت الناشط والكاتب والناشط السياسي الأستاذ النفطي حولة المناضل النقابي المناضل القومي اللي يعرفوا الساحة السياسية في تونس، يعرفوا النفطي حولة ومش فقط نشاط سياسي ولكن إنتاج فكري. آخر الإنتاجات الفكرية هو الكتاب حول الربيع العربي بين الحتمية التاريخية والمؤامرة الإمبريالية تونس 2019. أستاذ النفطي حولة ممتنين لوجودك بيننا في الحوار الصباحي اليومي. بارك الله فيك. صباح النور. شكرا لاستدعائكم لي. يعيشك سي النفطي. وانا ممتن لهذه اللمسه. كان نقدموا شويه هذه اللمسه الكريمه. يعيشك سي النفطي. خاصه في الاعلام الوطني اللي شكرا. انا عاده للاسف الشديد ما معناها ما حصليش ياسر دعم في هذا الاتجاه. خاصة معناها إنسان في جيلنا وفي تجربتنا معناها نعم أعطينا الكثير وما زلنا نعطوه. هذه فرصة على إن شاء الله. نشكر أولا أيش. رفيقي نجيب الزيري اللي في يوم ما مع الطاهر قرقورة في حاجة للشكر نجيب. كنا نناضلوا
كنا نناضل دوما في الساحة. الله يرحم طاهر. الله يرحم طاهر قرورة بالمناسبة طبعا. ونحن رفاق درب أكيد. هذه لمسة كريمة من سي نجيب وبطبيعة الحال مرحبا بكل وقت لي فاملي فتحت لنا طبعا. طبعا طبعا سي النفتي، يعني أنت من الواضح أنك من أنصار مسار 25 جويلية، في علاقة بالمواقف اللي تعتبروها مواقف وطنية للرئيس قيس سعيد، في علاقة بالتطبيع، في علاقة بكذا. أنا الله غالب ناخذك على الطاير، وأنت قلت لي ما شفتش الفيديو، لك باش نوريك الفيديو وشوف من تعليق بخصوص اللي حصل البارح في مؤتمر شرم الشيخ. إذا كان الفيديو ما نعرفش حاضر ولا مش حاضر باش نعاودوا نذكر به سي النفتي، لأنك أنت ما شفتوش فقط، بخصوص هل الكلام اللي يتوجه بها وتشوف فيه ذاك الرئيس الإسرائيلي وهو يتوجه بالحديث للسيدة نجلة بودن في إطار اش تعتبر الأمر مسألة متاع لطف أو تلطف دبلوماسي بسيط هكا وكذا في إطار اللياقة كما قال صديقنا زياد الهاني، أو أنك نجم تبني عليه موقف. هذاك هو الرئيس الإسرائيلي اللوطاني هرتزوغ في متوجها بالحديث للسيدة رئيسة الحكومة نجلة بودن اللي أجابته بتمتمة وبعض الابتسامات. كيف يقيم سي النفتي الحكاية هذه؟ هل كان من الأجدر يكون سلوك آخر أم عادي جدا في إطار اللياقة سيدة رئيسة الحكومة؟ هل ينبغي الوقوف على هكذا لقطات أم علينا أن نتجاهل اللقطات هذه ولا نبالغ في استخلاص الاستنتاجات منها؟ هو الحقيقة معناها الحقيقة أنا نبدأ مصدوم إذا كان رئيس حكومة وهي في مستوى عالي معناها ما تعرفش هذه الدبلوماسيات اللي خاصة بالنسبة للعدو الصهيوني والكيان الصهيوني دائما يحاولون دائما أن يستفزوا القيادات خاصة في القمم الرسمية معناها لتبريرها و يعني استغلالها سياسيا وتوظيفها. كان على السيدة رئيس الحكومة أن تتجنب الوقوع في مثل هذه الفخاخ ونعتبره فخ، وأيضا مع أن ما يلزم زادا نبنوا عليها ياسر حاجة كبيرة ياسر، لأن هي الحقيقة مأخوذة على غيرها، وهي للأسف الشديد أنا أسخف عليها هذه رئيس الحكومة، أسخف عليها باعتبارها لم تقم ولم تكن لديها تجارب سياسية محنكة في علاقة بالصراعات من هذا النوع من هذا القبيل، وخاصة بالنسبة للعتات الصهاينة لا يقومون بشيء بريء ولا لون بريء ولا خطوة بريئة ولا لمسة بريئة أبدا. الحقيقة كان عليها أن تعي وهي ماشي لمؤتمر شرم الشيخ، وخاصة النظام المصري متبع وبطبيعة الحال باش تكون عندهم حضور غادي، كان عليه أن على الأقل تتجنب، وفي المستقبل ندعو كل الدبلوماسيين التوانسة وخاصة اللي محيطين بالسيد الرئيس أنهم يردوا بالهم، راهو مش العملية مش سهلة، ونحن خاصة في تونس شعبا خاصة الشعب المستوى الشعبي راهو فلسطين يتنفسها، ويعني بالنسبة لي قضيتها هو شخصية. أيوة، لكن سي النفتي وندخل معك في صلب الموضوع، تحدث في كتابك عن الربيع العربي والمسار لهذا الربيع العربي، يعني صحيح يقول لك اليوم الشعارات بتاع معاداة الكيان الصهيوني هذا ثابت لثوابت الساحة السياسية التونسية، ولكن ألم يحن الوقت للتأقلم مع مسار العالم اليوم سي النفتي؟ فما أصوات داخل تونس تتحدث على أنه يزي من الحكاية إذا كان الفلسطينيين أنفسهم أقاموا علاقات مع الكيان الذي اقتصب لهم الأرض. أنت تونس في آخر الدنيا ما زلت بتمسك في الوضع هذا، أنت مخنوق اقتصاديا، عزلة سياسية كما يراها البعض، وضع في البلاد معناها يحتاج إلى انفراجة دولية قبل ما تكون انفراجة داخلية في علاقات تونس المتعدة. الأنظمة العربية اللي أنت ماذا بيك تمد يدك ليها باش تساعدك اقتصاديا كما السعودية كما الإمارات كما غيرها وكما مصر كما كنت تحكي وماشي في التطبيع، بقيت كان أنت كيف يرد النفتي حول على مثل هذه المقاربات؟ أولا بالنسبة لي أنا هذه مسألة أن تونس بعيدة، تونس ماشي بعيدة، تونس جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، من الوطن العربي، وحقيقة حتى لو فرضنا بالمعنى نفترض جدلا هذه، خلنا ننظر الأنظمة التي طبعت وماذا استفادت من التطبيع، ونبدأ من مصر
ناصر كامب ديفيد. ناصر كامب ديفيد يعني لما دخل العدو الصهيوني في علاقات اقتصادية وتجارية وفي عدة مساويات، نجد أن الاقتصاد المصري يعني وهي وقت من 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 عهد حسني مبارك، والاقتصاد المصري استنزف، وحتى على مستوى الفلاحي زادت المشاكل أصبحت أكثر معنا مضاعفة، وحتى المياه يعني وانتم تعرفوا أن الحرب على المياه يعني والفلاحة من غير مياه شنية. إذن في العدو السوري زاد سرق المياه وزاد العبء الحرب المياه، وبالتالي حتى الفلاحة في مصر أصبحت يعني. وهو شنو يحب العدو السوري؟ يحب ديما بيود هو أن يحاول يغرق السوق المصرية بمنتوجاته هو، وهذا هو اللي حصل. وبالتالي شنو النتائج بتاع التطبيع حتى على المستوى الاقتصادي؟ ويزيد يورط النظام المصري أو الأنظمة هذه المطبعة في قروض نجم تكون في الأول بالمرتاح بالجوتا جوت، ولكن بعد ولهذا حاولنا نتلقوا احنا من هالأنظمة هذه. يعني هو الحقيقة فما طرق يلعب عليها العدو الصهيوني، وكنقول العدو الصهيوني هي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة، يحاولوا أنهم الأنظمة هذه يسوقوها حتى بابتزاز كما نحن اليوم في أشد الحاجة، خاصة ونحن اليوم اقتصاديين مستنزفين واجتماعي الأزمة في أعلى مرحلها، معناها يكاد يكون انفجار اجتماعي يعني ولي يعني قاعد ربما قاعد يختمر. ولكن يحاولوا دائما أنهم يسوقوا لي في علاقة بالمشاكل الاقتصادية، أنهم هاي مساجن تبوا، خاصة نحن لدينا جوقة من المطبعين في تونس وحتى على المستوى الثقافي. وأنا سمعت منذ قليل بأن هناك في طار الحداد، في نادي طار الحداد، سيعقدون يوم غد ندوة في علاقة بما يسمى بالتسامح الديني في المطلق. وشكون حاضر له؟ حبيب الكزغلي وسلمى هذيك يعني الأستاذة العلم الاجتماعي، لا أذكر اسمها بالضبط يعني. ونحن أنا كناشط سياسي سنذهب في الغد ونتصدى لمثل هذا التطبيع الثقافي. وبالتالي حتى لو فرضنا نحن في أزمة اقتصادية خانقة، فلا يمكن إلا أن نكد ونجد. بالنسبة لنا المدخل الوحيد اللي ينجم يطورنا اقتصاديا هو قوانا الذاتية. وبالله أثيوبيا اللي هي كنا احنا نعطوها في الدعم، لماذا تطور وتتقدمت؟ وش بين احنا عندنا خيرات كبيرة ياسر، لكن للأسف الشديد نحن رانا إذا كان نحب نوصف المعنى بالمعنى الاقتصادي، يروا عنا عائلات متنفذة أوليغارشية متحكمة يعني لم يعني ما خلتش البرامج الاقتصادية اللي حتحاول كل في كل مرحلة نخرج باش نطورها ولا باش نبدل منوال التنمية إلا وتشد في المنوال التنمية اللي هو يعرقل وما يخليش الثروة. واضح هذا عليه هنا باش من تحمل المسؤولية لهذه اللوحة السوداء الذي رسمتها توا الأستاذ النفطي حولة وأنتم من وسندي 25 جويلية، ورغم ذلك تقول البلاد على شفاء انهيار، البلاد على شفاء انفجار اجتماعي، البلاد سياساتها الاقتصادية غير واضحة المعالم، لمن تحمل المسؤولية إذن في هذا المسار؟ نسمع إجابتك بعد الفصل الإشاري. من 7 ل 10 متاع الصباح إيميسيون امبوسيبل برهان بسايس على EFM أحلى راديو. 9:55 دقيقة، ما زلت تسمعوا فينا في الحوار الصباحي اليومي. ضيفنا اليوم الأستاذ النفطي حول الكاتب والناشط السياسي القومي. سي النفطي 25 جويلية، إذن أنا سي برهان سأمد لك بودي دي توريها المنتدى التونسي للسيادة الوطنية، وأقرأ الحل في الحل يوم 17 ديسمبر 2020، الذكرى العاشرة للانتفاضة 17 ديسمبر 2010. هاي أفسروا أو أوضحوا ذلك الشعار الذي رفعناه نحن
كجمعية المنتدى التونسي للسيادة الوطنية في ذلك الوقت في ذلك التاريخ. يعني كانت لدينا رؤية واضحة أن المشهد الذي كان من قبل في هذه العشرية السوداوية المظلمة يجب أن يزول بطم طميمة. أوكي. وبالتالي كنا قمنا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان. وكانت وقفة الحقيقة نسبيا ناجحة على المستوى الجماهيري، وكانت ديما مع بعلاقة بالأمن أيضا، يعني حصلت مناوشات إلى آخره، وكنا رفعنا هذا الشعار وهو الحل في الحل. لأن عندنا قراءة كاملة في هذا الموضوع. ماذا بيه خطى الوقت، رأى مازلنا تقريبا ثلاثة دقائق. عندنا قراءة كاملة، القراءة نختزلوها، نعتبره دستور اللي جاء بعد 2011 هو دستور بريمر 2 بعد دستور بريمر 1 العراق، وبالتالي أصبحت السلطات مفككة بين ثلاث رئاسات. ولا وكنا عشنا هذه هذه صراعات، وبالتالي كل ما جاء في ما بعد 25 جويلية يعتبر حلم، ونحن نعتبر ناضلنا، وعدة قوى اجتماعية وعدة قوى سياسية ناضلت من أجل تلك اللحظة. ولحظة 25 جويلية هي فرصة وطنية، وتلك الفرصة الوطنية نعتبرها لحظة وطنية. لا هل لا يزال لديكم نفس التقييم اليوم؟ لا زالت لدينا، لا زلنا نعتبر أن 25 جويلية هي فرصة وطنية للقوى الوطنية، أقول جيد للقوى الوطنية، عليها أن تستدرك، لأن هذه الفرصة هي فرصتنا، وعلينا أن نقطع مع العشرية الماضية، لأن عشرية وصلت البلاد إلى كل مستويات الانحدار في كل مستوياتها في كل أبعادها، وأصبحت الدولة مفككة، وبالتالي لابد أن نحاول إنجاح هذا المسار بما فيه انتخابات 17 ديسمبر. بما فيه أنتم من الناس اللي مترشحين، ما كنتش مترشحين، شنو الوضع؟ أنا ترشحت وأقول للسيد الرئيس للأسف شديد هناك تعثرات، هناك عثرات في هذا المسار. أنا أوجه ندائي للرئيس مباشرة، يا سيد الرئيس لابد أن تسمع القوى الوطنية، لابد أن تتحاور مع القوى الوطنية، أراه الإنسان دائما مجبور على التشاور والحوار، و 25 جويلية ما ينجحش بشكل انفرادي. ما علاقة ذلك بالانتخابات 17 ديسمبر؟ عليه شنو فاش قام علاقتها؟ لأننا لما جيت نجمع في التزكيات لقيت روحي صعيب باش ننجز تلك التزكيات 400 تزكة بالقانون الانتخابي اللي تعمل على مقاس معين، وبالتالي لم يشاور فيه هذه القوى. إذا حسب رأيك، إذا كان تنصح رئيس الجمهورية تنصح يواصل في المسار في اتجاه الانتخابات 17 ديسمبر، والبارح كان استقبل السيد توفيق شرف الدين وحثوا أنه يواجه التجاوزات الممكنة متاع شريان التزكيات بالفلوس وغير ذلك، أم ما نعرفش معالجة جذرية؟ أنا بودي أن يقف هذا المسار. بودي أن أنصح الرئيس، وإن كان أخذ هو ما أخذ مساره، ولكن أنصحه كمواطن، يهمني مسار 25 جويلية، ويهمني أني نظلت من أجل هذه اللحظة، أن ميسالش يعني كما نقولوا فيها في عدة أمثلة بالنسبة للسياسة، خطوة إلى وراء وبعد نقدم خير ما نبقوا في مستوى معنى تنصح أنه يؤجل الانتخابات؟ خطوة الوراء فيها تأجيل انتخابات، فيها استشارة القوى الوطنية، ثم قوى وطنية يا سيد الرئيس الممانعة والمكافحة من أجل دحر كل مخرجات العشرية السوداء، رايب كلها معاك، ولهذا بدلهم يديك تحاور معهم، وسنواصل معنا المشوار وسننجح بحول الله. نفتح ولا الكاتب ولا الناشط السياسي، خليك الوقت باش ترد على كلام على ثانية على الكتاب. هذا الكتاب راه تنزل في إطار وفي سياقات معينة. أردت أن أقول معناها كلمة على هذا العنوان، فيه بين الحتمية التاريخية والمؤامرة الإمبريالية. يعني كان هذا الربيع لو كانت الانتفاضة كانت بريئة ومن داخل الزخم الوطني لذهبت في اتجاه الوطن صحيح، ولكنها اخترقت من الداخل والخارج، فأصبح ربيعا يعني، وخاصة تربع عليه التنظيم الدولي لإخوان المسلمين الذي جاء به من طرف أوباما والإدارة كلينتون. واضح للمطالعة. ضمن هذه المقاربة للربيع العربي، كتاب الأستاذ النفطي حولة، الربيع العربي، من الحتمية التاريخية والمؤامرة الإمبريالية،
هذه كان الحث على المطالعة، أحسن ما يمكن أني نختم به حلقة اليوم من إيميسيون أمبوسيبل، على أمل أن نلتقي غدوة في نفس الموعد من 7 للـ10 متاع الصباح. هذا برهام سايس كان من فريق البرنامج، يقول لكم إلى اللقاء.